Blood Urea Nitrogen Test. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالBlood Urea Nitrogen، سواء السورس والإنديكيشن. كمان هنتكلم على كل الميثود اللي مستخدمها for estimation of Blood Urea Nitrogen. كمان هنتكلم بالتفصيل عن الانتربريتيشن، كل الأسباب اللي تؤدي للإنكريز أو ديكريز في Blood Urea Nitrogen. Blood Urea Nitrogen نختصره بالBUN. السبيسمن اللي بنستخدمه عبارة عن السيرم، وممكن نستخدم البلازما collected in هيبارين، وبنتجنب كل الانتيكواجلنت اللي بتحتوي على الامونيوم ايون زي البوتاسيوم فلورايد. كمان بنتجنب كل العينات اللي بيبقى فيها هيموليزز اللي احنا بنسميها الهيمولايزد بلاد سامبل، لانها بتغير نتيجة البلاد يوريا نيترو. ريفرنس فاليو من 8 ل 20 ملي جرام على الدي سي لتر. هي بتختلف من معمل للتاني، احيانا بتبقى من 7 ل 21، ولكن ده المتوسط تقريبا في كل المعامل من 8 ل 20 ملي جرام على الدي سي لتر. الميثود اوف استيميشن بنقيسها عن طريق الكيتس باستخدام جهاز السبكتروفوتومتر بطريقه سهله جدا داخل المعمل. الكيتس اللي بنستخدمها بتقدر تقيس اليوريا، وكمان بنقيس البلاد يوريا نيتروجين الاثنين مع بعض، وهنتكلم على كل واحده منهم بالتفصيل ازاي بنقيسها. الخطوات بالتفصيل ازاي بنقيسها باستخدام الكيتس على جهاز السبكتروفوتومتر، بنظبط الجهاز على 578 نانومتر، وبنعمل كاليبريشن او تصفير للجهاز باستخدام الريجنت بلانك، ونوع الاسي هنا بيبقى اند بوينت، بنقيس الابسوربنس مره واحده. انما في بعض الكيتس بتقدر تقيسه عن طريق الكاينيتيك اسي، من خلال ان احنا بنقدر نقيس اكتر من قياس عشان نقدر نحسب اللي تشينج في الابزورب. الخطوات بنحط الريجنت الاولاني اللي هو رقم 3، 1 ملي في كل انبوبه من الثلاث انابيب. بعد كده بنحط الريجنت 2، 50 مايكروليتر في كل انبوبه. وفي بعض الكيتس بتطلب ان احنا نعملهم وركينج سوليوشن، بنحطهم الاثنين مع بعض. بعد كده بنحط الستاندر 10 مايكروليتر في انبوبه الستاندر، وبعد كده بنحط السامبل 10 مايكروليتر من السامبل في انبوبه السامبل، والبلانك طبعا ما بنحطش فيه اي حاجه. بعد كده بنعمل انكيوبيشن عند درجه 37 درجه مئويه لمده 3 دقائق، او في الروم تمبريتشر عند لمده 5 دقائق. بعد كده بنحط ريجنت رقم 4 200 مايكروليتر في كل الانابيب، وبعد كده بنعمل انكيوبيشن عند 37 لمده 5 دقائق، او في الروم تمبريتشر لمده 10 دقائق عشان يتم الرياكشن. بعد كده بنعمل ريدنج على الجهاز، بنقيس الابزوربنس للستاندر، وكمان بنقيس الابزوربنس للسامبل، وبعد كده بنعمل كالكوليشن. بعد ما بنحط الريجنت الاخير بيبقى اللونين زي بعض، البلانك والتست، ولكن بعد الانكوبيشن بنلاقي فيه تغير زي ما احنا شايفين، بيحصل رياكشن وبيتغير الكلر على حسب كميه البلاد يوريا نيتروجين الموجوده في العين. بعد ما بنقيس على الجهاز بنعمل المعادله، وبنحسب اليوريا ملي جرام على الديسيليتر، بنقسم الابزوربنس بتاعت السامبل على الابزوربنس اوف ستاندر، وبنضرب في 50 اللي هو الكونسنتريشن اوف ستاندر، بيدينا كميه اليوريا بالملي جرام على الديسيليتر. لو عايزين نحسب باستخدام اليونت الملي مول، بنضرب في 166 من 1000 عشان نحول الملي جرام للملي مول. كمان عشان نحسب البلاد يوريا نيتروجين بنقسم نتيجه اليوريا على 2.14 من 100، عشان كده انت بتقدر تطلع قيمتين من نفس الاختبار. المعادلة بتقدر تحسب اليوريا، بعد كده بنقسمها على 2.14 من 100 بتدينا البلاد يوريا نيتروجين، او بنضرب الريزلت بتاعت اليوريا اللي هي الميلي جرام على الدي سي لتر، بنضربها في 467 من 1000 بتدينا كمية البلاد يوريا نيتروجين. فالبلاد يوريا نيتروجين بنقدر نحسبها من كمية اليوريا اللي طلع من عملية الكالكوليشن. ازاي احنا بنطلع البلاد يوريا نيتروجين من اليوريا، وليه احنا بنقسم على 2.14 من 100؟ ده لان كل واحد مولكيول من اليوريا بيحتوي على 2 اتوم من النيتروجين. زي ما احنا شايفين ده اليوريا، بنلاقي فيه 2 اتوم من النيتروجين. المولكولار ويت لليوريا بيبقى 60، يعني وزن كل المولكيول لليوريا بيبقى 60، والمولكولار ويت للاثنين اتوم من النيتروجين بيساوي 28. يبقى الوزن الكلي 60 ووزن الاثنين اتوم بيبقى 28. عشان كده اما بنحسب نسبه النيتروجين بالنسبه لليوريا، بنقسم ال 60 على ال 28 بيدينا ال 2.14 من 100. عشان كده النتيجه اللي بنحصل عليها من طريقه القياس بالكيتس، بنحصل على اليوريا، وبعد كده بنقسم على 2.14
من 100 بتدينا نسبة البلد يوريا نيتروجين أو كمية النيتروجين الموجودة في الموليكيول بتاع اليوريا، وده اللي احنا بنسميها البلد يوريا نيتروجين. البلد يوريا نيتروجين عبارة عن نون بروتين نيتروجينس كومباوند بيحصل له فورميشن داخل الليفر من الأمونيا. الليفر عندها القدرة أنها تحول الأمونيا لبلد يوريا نيتروجين، وهي بتعتبر إند برودكت من البروتين ميتابوليزم، بمعنى أن نتيجة لعملية الميتابوليزم للبروتين بيحصل دي أمينيشن للأمينو أسيد وبتطلع منه كمية من الأمونيا. بعد كده الليفر بتحول الأمونيا ليوريا عن طريق ما يسمى اليوريا سايك. بعد كده اليوريا بيحصل لها إكسكريشن عن طريق الكيدني، بتنزل كلها عن طريق الجلومرولاي، وبعد كده 40% من اليوريا اللي نزلت داخل التبيول بيحصل لها ري أبسوربشن، بتمتص وترجع تاني للبلد. ده في حالة الهاي فلو ريت، ولكن لو في لو فلو ريت وبيحصل ديكريز في عملية الترشيح داخل الكيدني، بنلاقي ان 60% بيحصل لها ري أبسوربشن، لان سرعة الترشيح بتقل، وبالتالي بيدي فرصة ان يحصل ري أبسوربشن لكمية اكبر بتوصل لحوالي 60%. اليوريا احنا بنستخدمها كنون سبيسيفيك ماركر للكيدني، واحنا بنعتبرها نون سبيسيفيك لانها بتأثر بعوامل اخرى زي البروتين انتيك، زيادة البروتين في الدايت بيزود اليوريا، كمان عملية الري أبسوربشن داخل التبيول affected by glomerular filtration rate اللي هي سرعة الترشيح، واللي بتتأثر بأسباب كتيرة جدا ملهاش علاقة بالكيدني. عشان كده احنا بنستخدم اليوريا كنون سبيسيفيك ماركر، عشان كده لازم بنقيس معها سبيسيفيك ماركر اللي هو الكرياتين. اليوريا بيبقى ليها مصدرين، سورس بنسميه الاكسوجينال سورس، وده بيجي من البروتين الموجود في الدايت، بيحصل له دي امينيشن عن طريق البكتيريا الموجودة في الانتستين، وبيتحول للأمونيا اللي هي NH3 وكمان الأمونيوم اللي هو NH4. بيحصل absorption لكمية كبيرة جدا من الأمونيا، بتوصل للبورتال سيركوليشن، و85% بتوصل للليفر، و15% بتوصل للسيستميك سيركوليشن. فالكمية الأكبر اللي بتيجي من البروتين اللي جاي من الانتستين بتروح للليفر وبتخش في ما يسمى اليوريا سايكل. الهيباتوسايت عندها القدرة انها تحول الأمونيا لليوريا، لان الأمونيا بتبقى very toxic بالنسبة للجسم، عشان كده الهيباتوسايت بتعملها detoxification وبتحولها من الأمونيا لليوريا. الاندوجينس سورس بيبقى عن طريق الميتابوليزم للبروتين داخل الجسم، بيحصل deamination للأمينو أسيد وبيطلع الأمونيا اللي هي NH3، وده احنا بنعتبره الاندوجينس سورس، وبيحصل ديفيوجن للأمونيا من داخل التشو وبتوصل للليفر، وهنا بتتحول لليوريا عن طريق اليوريا سايكل داخل الهيباتوسايت. اليوريا بعد ما بتتكون داخل الهيباتوسايت بيحصل لها ديفيوجن وبتطلع للسيركوليشن، 75% بتروح للكيدني وبيحصل لها رينال اكسكريشن وبتنزل داخل اليورين، و25% من اليوريا بيحصل لها اكسكريشن في الانتستين. عشان كده الكمية الكبيرة بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الكيدني من خلال الجلوميرولار فلتريشن وبتنزل داخل اليورين فلتريت. زي ما احنا قلنا بيحصل فلتريشن حوالي 75% من اليوريا عن طريق الجلوميرولار فلتريشن وبتنزل في التيبيول. بعد كده بيحصل ابسوربشن لحوالي 40% من اليوريا، بيحصل لها ابسوربشن عن طريق التيبيول وبتوصل تاني للبلد. عشان كده بنلاقي ان الليفل اوف يوريا نيتروجين موجود في البلد بيبقى كبير، بيوصل ل 20 ملي جرام على الدي سي لتر، مقارنه بالنون بروتين نيتروجينس كومباوند الاخرى زي الكرياتين اللي بيبقى اقل من 1. بقيه الكميه بيحصل لها اكسكريشن وبتنزل مع اليورين. وزي ما قلنا عمليه الري ابسوربشن بتبقى معتمده بشكل كبير جدا على الفلو ريت، عمليه الترشيح او سرعه الترشيح داخل الكيدني. لو سرعة الترشيح عالية أو نورمال بنلاقي 40% بيحصل لها absorption، ولكن لو حصل slow filtration rate بنلاقي إن كمية أكبر بتحصل لها absorption بتوصل لحوالي 60%، وسرعة الترشيح هنا بتقل، يا إما نتيجة لأن كمية البلاد اللي جاية بتبقى قليلة، أو بيحصل obstruction في اليورينري باس وي وبالتالي بيقفل مسار الإكسكريشن، وعشان كده عملية الترشيح بتقل. عشان كده زي ما احنا قلنا البلاد يوريا نيتروجين بتبقى نون سبيسيفيك ل الكيدني، لان عمليه الري ابسوربشن بتتاثر بالفلوريت، واللي ممكن يتاثر نتيجه للاوبستراكشن او نتيجه لكميه البلد اللي بتوصل للكيدني، كمان بتتاثر بكميه البروتين الموجوده داخل الانتست.
اليوريا هي واحد من النان بروتين نيتروجينس كومباوند اللي بتتكون نتيجة للبروتين ميتابوليزم، وهي وسيلة مهمة جدا بيستخدمها الجسم في انه هو بيعمل نيتروجين اكسكريشن، بيتخلص من كمية النيتروجين الموجودة في الجسم نتيجة للبروتين ميتابوليزم عن طريق اليوريا، لان 95% من النيتروجين بيحصل لها اكسكريشن عن طريق اليورين، 5% فقط بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الفيسز، ومعظم الكمية من 80 ل 90% اللي بتفقد في اليورين بيبقى عن طريق اليوريا. عشان كده عملية الفورميشن لليوريا بتبقى مهمة جدا للجسم، لان هي طريقة من طرق التخلص من النيتروجين الموجود بكمية كبيرة داخل الجسم. عشان كده لما بنقيس البلاد يوريا نيتروجين بيدينا انديكيشن على كمية النيتروجين الموجودة في البلاد. الانديكيشن او اسباب قياس البلاد يوريا نيتروجين في البلاد، اول حاجة ايفالويت الرينال فانكشن، لان اي دامج في الكيدني بيقلل عملية الاكسكريشن وبالتالي بتزيد في البلاد. كمان بنعمل ايفالويشن للليفر فانكشن، لان عملية الفورميشن لليوريا معتمدة بشكل كبير جدا على الهيباتوسايت، فلو حصل اي مشكلة داخل الهيباتوسايت او الانزيمز اللي هي بتكون اليوريا اللي احنا بنسميها اليوريا سايكل، بالتالي بتقلل البلاد يوريا مات. كمان ايفالويت الهايدريشن او نسبة المية الموجودة في البلاد، لانها بتزيد في حالة الديهايدريشن وبتقل في حالة الاوفر هايدريشن. كمان بنستخدمها كمونيتور لبعض الدراج اللي هي بتبقى نون to be nephrotoxic او hepatotoxic. بنقدر نستخدم اليوريا ان احنا بنقيم بيها بعض الدراج اللي بتبقى توكسيك للكيدني او للليفر. الانتربريتيشن بيحصل انكريز للبلاد يوريا نيتروجين نتيجه لثلاثه ميكانيزم. اول ميكانيزم بيحصل انكريز للكاتابوليزم للبروتين، الميكانيزم الثانيه انكريز البروتين دايجيشن، والميكانيزم الثالثه بيحصل ديكريز في الجلوميرولار فلتريشن ريت. اول ميكانيزم بيحصل انكريز للبروتين كاتابوليزم زي في حالات الفيفر او الكورتيكوسترويد تريتمنت، كمان في حاله الاسترفيشن او في حالات الاكسرسايز وفي حالات البيرنز. في الحاله دي بيحصل انكريز للكاتابوليزم وبالتالي بيكون كميه كبيره من الامونيا واللي بتكون كميه كبيره من اليوريا. الميكانيزم الثانيه وهي الانكريز بروتين دايجيشن، احنا قلنا الاكسوجين سورس من اليوريا بيجي من الدايت اللي بتحتوي على الهاي بروتين، عشان كده لو في هاي بروتين دايت بيحصل انكريز للبلاد يوريا نيتروجين. كمان في الجاسترو انتستينال بليدنج، لو حصل نزيف في الجاسترو انتستينال تراك بيحصل دايجيشن للبلاد سيلز، والريد بلاد سيلز بتحتوي على كميه كبيره من البروتين وبالتالي بتكون كميه كبيره من اليوريا. وزي ما قلنا ده يعتبر سبب من الاسباب اللي احنا ما بنستخدمش اليوريا كسبيسيفيك ماركر للكيدني، لان الانكريز في البروتين في الدايت بيقدر يأثر على الكونسنتريشن في البلاد. الميكانيزم الثالثه وهي الجلوميرولار فلتريشن ريت او سرعه الترشيح داخل الكيدني، واللي بشكل كبير جدا بتعتمد على ثلاث اسباب رئيسيه هي اللي بتقدر تأثر في سرعه الترشيح. اول مجموعه من الاسباب بنسميها البري رينال كوزس. البري رينال كوزس اللي هي بتبقى قبل الكيدني موجوده في البلاد سبلاي للكيدني، بيحصل ديكريز ان رينال بلاد فلو، كميه البلاد اللي بتيجي للكيدني بتقل وبالتالي سرعه الترشيح بتقل، وده بيبقى سبب كبير جدا في زياده البلاد يوريا نيتروجين، واحنا بنسمي الاسباب دي كلها بري رينال كوزس. المجموعه الثانيه من الاسباب بنسميها رينال كوزس الموجوده داخل الكيدني، هنا بيحصل ديكريز للرينال فانكشن نتيجه للدمج، وده بيؤدي للو جلوميرولار فلتريشن ريت، بيقلل سرعه الترشيح داخل الكيدني وبالتالي less urea is excreted in urine. طالما بتقل سرعه الترشيح بيبقى كميه قليله من اليوريا بيحصل لها excretion. مجموعه الاسباب الثالثه بنسميها البوست رينال كوزز، وبنسميها بوست رينال لانها بتبقى after the urine formation، بعد ما بيتم تكوين اليورين داخل الكيدني والكيدني هنا بتبقى سليمه بيحصل obstruction للفلو. لو حصل اي obstruction للفلو نتيجه لأي حاجة سدت الباسوي سواء في اليوريتر أو في اليورينري بلادر أو في اليوريسرا نتيجة للبروستيت، كل ده بيؤدي لديكريز في الجلوميرولار فلتريشن ريت، لأنه بيسد الطريق قدام اليورين. عشان كده بنلاقي كمية كبيرة جدا من اليوريا بيحصل لها ري أبسوربشن وبتوصل للبلاد وبتعالي الليفل أوف بلاد يوريا نيتروجين. والمجموعة دي من الأسباب بنسميها البوست رينال كوزيس، لأنها في الباسوي مش موجودة في الكيدني، الكيدني في الحالة دي بتبقى سليم. وبالتالي الميكانيزم الثالثة بنسميها الديكريزد في الجلوميرولار فلتريشن ريت نتيجة للبري رينال كوزز، زي في حالة الكونجستيف هارت فيلير الديكريزد
رينال برفيوجن لكمية البلد اللي بتوصل للكيدني نتيجة لأبنورماليتيز في رينال أرتري، كمان في حالة التشوك أو الديهايدريشن. كل ده بيقلل كمية البلد اللي بتوصل للكيدني، وبالتالي بيقل سرعة الترشيح بشكل كبير جدا، وكل كمية اليوريا المنتجة بيتم حبسها في البلد، عشان كده الليفل بتاعها بيزيد. المجموعة الثانية من الأسباب وهي الرينال كوزز، وده بيحصل فيه دامج للكيدني زي في حالات الأكيوت أو الكرونيك رينال فيلير، كمان في حالات النيفروتوكسيك ايجنت، وفي حالات التهابات في الكيدني زي في حالة البايلو نيفرايتس أو الجلوميرولو نيفرايتس، بيحصل التهاب في الكيدني وبالتالي بيحصل ديكريز في الفانكشن للكيدني، وبالتالي عملية الترشيح لليوريا بتقل وبيزيد الليفل بتاعها في داخل البلد. المجموعة الثالثة من الأسباب بنسميها البوست رينال كوزيس، وده بيبقى نتيجة لليورينري تراكت أوبستراكشن زي ما قلنا، يا إما نتيجة لليوروليسياسيس اللي هي الحصوات الموجودة في اليورينري باسوي، أو نتيجة للبريشر من الأوتسايد نتيجة للبروستيت هايبرليجيا. كل ده بيؤدي للديكريز جلوميرولار فلتريشن ريت، وبالتالي بيزود البلاد يوريا نيتروجين. الديكريز في البلاد يوريا نيتروجين ليفل في البلاد بيحصل نتيجه للسيفير ليفر ديزيز، وده طبعا ديو تو ديكريز فورميشن اوف يوريا فروم امونيا. احنا قلنا عمليه الفورميشن بتتم داخل الليفر، عشان كده لو حصل سيفير دامج للليفر سيلز بالتالي عمليه الفورميشن لليوريا بتقل نتيجه للدامج، وكمان نتيجه للديستربنس في الانزيمز المسؤوله عن اليوريا سايكل، عشان كده احنا بناخدها كمؤشر للليفر ديزيز لو حصل لها ديكريز عن النورمال فاليو. كمان بيحصل ديكريز في البلاد يوريا نيتروجين في حاله البوليوريا زي في حاله الهايبر ادرينو كورتيزيزم، وفي حاله الديابيتس ميليتس اللي هو مرض السكري بيحصل انكريز اكسكريشن، كميه كبيره جدا من اليورين بتنزل، عشان كده بتاخد معاها كميه كبيره من البلاد يوريا نيتروجين، عشان كده بيقل الليفل بتاعها في البلاد. كمان بيحصل ديكريز في البلاد يوريا نيتروجين في حاله الانادكويت دايتري بروتين. احنا قلنا الاكسجين سورس لليوريا بيبقى عن طريق الدايتري بروتين، عشان كده لو قل الدايتري بروتين بشكل كبير جدا بتقل كمان البلاد يوريا نيتروجين، عشان كده احنا دايما بناخد البلاد يوريا نيتروجين كمؤشر لكميه النيتروجين الموجوده داخل الجسم. كمان بيحصل ديكريز في البلاد يوريا نيتروجين في حاله المال ابسوربشن سيندروم، لو في اي مشكله في الانتستين بالتالي ما بيحصلش ابسوربشن للامونيا اللي كونت من الكومينس البكتيريا الموجوده في الانتستين، وبالتالي طبعا ما بتوصلش للليفر، عشان كده بيقل البلاد يوريا نيتروجين بشكل كبير. في النهايه يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالبلاد يوريا نيتروجين، وعرفنا الفرق ما بين البلاد يوريا نيتروجين واليوريا، وان البلاد يوريا نيتروجين هو جزء من اليوريا بنقدر نجيبه عن طريق المعادله، والبلاد يوريا نيتروجين بتبقى عباره عن باي برودكت من البروتين ميتابوليزم، وهي واحده من النون بروتين نيتروجينس كومباوند. اليوريا از اكسكريتد برايمري باي ذا كيدني، عشان كده احنا دايما بناخدها كانديكيتور للكيدني فانكشن، طالما هي بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الكيدني فبالتالي لو الكيدني حصل لها مشكله عمليه الاكسكريشن بتقل وبالتالي بتزيد في البلد. بيحصل الليفيشن للبلد يوريا نيتروجين في معظم الرينال ديزيزز واللي بتسبب ديكريز في الجلوميرولار فلتريشن ريت. كمان بيحصل انكريز في بعض الاسباب الاخرى اللي ما بيبقاش لها علاقه بالكيدني زي في حاله الجاسترونتستينال بليد، في حاله الديهايدريشن، في حاله الهاي بروتين دايت، وفي حالة كمان الكونجيستيف هارت فيلير، وكل ده بيؤدي للبلاد يوريا نيتروجين بعيد عن الكيدني، عشان كده احنا قلنا ان البلاد يوريا نيتروجين نون سبيسيفيك تيست للكيدني، وعشان كده احنا دايما بنقيس البلاد يوريا نيتروجين مع الكرياتينين، وكمان بنعمل نسبة ما بين البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين واللي بتدينا مؤشر مهم جدا بالنسبة للكيدني ديزيزيز.